يوجد في تاريخ البشرية شهيد تهفو له القلوب كلها كالحسين، كما لا توجد حادثة تهتز لها الكرة الأرضية كل عام كحادثة عاشوراء. نزور الحسين عليه السلام كلما أتاحت لنا الفرصة، ولن نتخلى عن ذلك حتى لو طال بنا الزمان مليار عام. ففي الدنيا نزور قبر الحسين، فإذا رحلنا عنها زرناه في حضيرة القدس، لأن من زاره هنا كان معه هناك. لا يقرأ أحد عاشوراء إلا ويقف خاشعا أمام بطولات الحسين وشجاعة الحسين وصلابة الحسين وعزيمة الحسين ورجولة الحسين وصراحة الحسين وتضحية الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. ستبقى منائر الحسين عليه السلام في كل مكان تؤذن بالإيمان وبالكرامة وبالعزة وبالثبات وبالصمود وبكل الفضائل الإنسانية إلى يوم القيامة. بالحسين عليه السلام عرفنا الجنة، وبطريقته عرفنا الطريق إليها. الحسين كنز كنوز الله، فمن تعرف عليه لن يفتقر أبدا، لن ينتشر النفاق في أمة تجعل الحسين محورا لحركتها وميزانا لمواقفها. الحسين بطل الحق وميزان العدل ومنارة الهدى. ثورة الحسين عليه السلام ترمي بكل طغاة التاريخ في المزابل، مهما كان حجمهم وقوتهم وشوكتهم. فثورة الحسين في قبضة الله، ولا يوجد أحد أقوى من قبضة الله. الحسين شاهد الله على عباده، وشهيد أمة محمد على جميع الأمم. ليس عجيباً أن يرتفع للحسين في كل ساعة 100 راية جديدة هنا وهناك، وليس عجيباً أن يقام له في كل شهر 100 حسينية جديدة، بل العجيب أن لا يحدث ذلك.